كابتن نوار النعيمي، دائما نورنا بالفقرة الرياضية والتمارين الرياضية. رمضان كريم كابتن. رمضان كريم علينا وعليكم. رمضان كريم ست نور. طبعا جدا سعيد بتواجدي للمرة الثالثة في هاي القناة الجميلة، اكيد ويا حضراتكم الراقين. اكيد فوتبول قلبك ان شاء الله جايات اكثر، هواي حتجينا هواي هواي ان شاء الله اذا الله طال عمرك. كابتن موضوع قناة الشبيه، احنا الشباب اكثر شيء اللي يتمرنون، اللي يفطر ياكلون هذا الاكل اللي هواي اللي ما شاء الله يهمد على السفره، مباشره يروح قبل للقاعه وبطنه مقلصه من الاكل. هذا الشيء صح ام غلط؟ صح خطاب. اول شيء احنا طبعا كعراقيين نتبع عادات غذائيه خاطئه جدا اللي هي الشراهه بالاكل، الكل من ضمن المتحدث سابقا يعني حتى لا يعني اكون صريح. مشكلتنا احنا شنو؟ الجو، طبيعه الجو اللي دي صادف في شهر رمضان الحر، طبيعه الشوارع المرهقه الازدحامات، طبيعه عملنا المرهقه جدا. فمن يجي الواحد يرجع للبيت يحطون الاكل. مشكلتنا شنو ويا امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا بالبيت؟ بين يكثرون انواع كثيره من الاكل، واحد يحير شي ياكل. شنو ترى وياكم النسوان يسوون هوايه ما تقبلون عليهم، يسوون قليل ما تقبلون عليهم. لا احنا نقول هذا الشيء زين، لكن لكن لا تاكلون هوايه. مشكله هنا. بالضبط انت طرحتي هو لبه الموضوع. الشخص من يشوف اصناف هوايه من الاكل لازم يحاول يمسك نفسه عن تناول مختلف انواع الطعام، لان يعني انا افكر ترى هي معده، معده حجم واحد، انا مو ادرسها مثل النفاخه ادرسها انواع الاكل. ليش ست نور؟ المعده من تنترس بالاكل راح تهضم الاكل الموجود. أكيد. المعده ما راح تستوعب كميات الاكل الضخمه وبعد صيام، فراح يبدي ضخ دم كثير للمعده حتى يفعلها اكثر واكثر. هذا الشيء ينتج خمول، لان يعني الدم اغلبه راح يروح للمعده، فالواحد يحس بخمول بعد الفطور، تعب، واحد يقول لك انا تعبان ما ابي احل، فالواحد افضل شيء ياكل وجبه قليله. هنا تجي موضوع شنو؟ موضوع السيطره على شهية الاكل. 99.9% من العراقيين ما عندهم هاي القدره على السيطره بالاكل، تحتاج اراده، تحتاج الى عزيمه قويه جدا. هنا المشكله شنو؟ السؤال الثاني طرحت لي قلت لي شنو؟ لانه قلت لك الشباب من ياكلون ينتخم من الاكل اللي هو قبل يروحون يتمرنون قبل هذا التمرين، هذا الشيء خاطئ لو لا؟ هذا الشيء جدا خطأ استاذ خطاب، لان مثل ما شرحنا احنا الدم يروح للمعده، فانت من تسوي جهد تحرك عضلاتك الدم ايضا يروح للعضلات، فالجسم راح يعني يعيش تحت ضغط كلش قوي، لان هضم الطعام زائد حركه ما ترهم، شيء ما ترهم. احنا لازم بعد كل وجبه اكل لازم ناخذ فتره راحه. الافضل شنو استاذنا العزيز؟ بين واحد ياكل وجبه خفيفه، انا اعرف وايد ناس هسه راح يقولون انت بطران شنو وجبه خفيفه؟ انا جوعان صار لي 12 ساعه ما اكل، شلون اكل وجبه خفيفه؟ حقيقه تقدر تفطر تمر لبن، بعدها بساعه اكل لي وجبه اخف اقسمها. برغم انه كلامي لبعض الناس حيبين مو عملي ومجرد نظريه او كلام، لكن هذا الشيء ما راح يموتك من الجوع. تقدر تاكل وجبات خفيفه على فتره طويله بعدها تتمرن. طيب كابتن نوار، هل توجد تمارين رياضيه تختلف عن باقي الاشهر؟ يعني اكو تمارين رياضيه مخصصه شهر رمضان يمارسها وما يفقد مثلا مبذول او نشاط؟ بالضبط ستنا العزيزه، بشهر رمضان كثير من الناس عندهم فكره خاطئه اللي هي انا بشهر رمضان انا صايم، انا راح احاول اتقدم جسمي، احاول اكتسب كتله عضليه، احاول انحف، احاول الى اخره. حقيقه الامر ما راح تقدر كلهم. الجسم مو مبرمج للصيام، رغم انه من جانب ديني هو صحي هذا الشيء، يعني سبحان الله كل شيء بالصيام خير وبركه، لكن احنا بدنا نحكي على فسله الجسم. الفسله جماعه الجسم بان العضلات تحتاج الى غذاء كل 3 ساعات، تحرمها من الغذاء هاي مشكله كلش كبيره. فايش راح يصير عندك؟ راح تنحرم العضله من الغذاء. الحل الافضل بان الشخص يتناول منتجات البروتين، مثلا البروتين بطيء الامتصاص اللي هو الواي كازين. هذا الواي كازين ياخذه واحد ويا السحور يتناوله تقريبا 10 ساعات يظل بالمعده يمد الجسم بالبروتين حتى لو كان صايم. يعني هو بطيء الامتصاص اصلا. يخليك تمارس الرياضه عادي وما ياثر عليك. بعد الفطور، مو قبل الفطور. فحقيقه الامر العادات هاي اللي هي الويل كازين
جدا ممتاز، وانصح اي شخص رياضي يعني. هو الويكازين هو اسم منتج، مو اسم يعني اسم ماده او عذرا، وليس اسم منتج تجاري. الويكازين هو يسموه بروتين شهر رمضان لان جدا ممتاز. ايضا تقدر تستخدم انت اذا عندك طلع او مثلا رحله لمكان بعيد، اخذ مكيال بروتين راح يعطيني الغذاء لمده 10 ساعات لان هو بطيء الامتصاص. زين كابتن، موضوع الحلويات، الناس دائما ورا الفطور قبل يقول لك لازم ناكل حلويات، انه رغم ان الحلويات كارثه. يعني تقول لك انت قطعتين او ثلاث قطع من الحلويات تعدل الوجبه. بالضبط المفهوم الخاطئ عند اللي يتمرنون. استاذ الخطاب، الحلويات مصدرها الاساسي هو السكر الابيض، كميات مهوله من السكر الابيض. السكر الابيض هو يسمى بالخارج هو السم الابيض، لآثار المدمرة على الجسم ما بأي فائدة. طبعاً. السم الأبيض. السم الأبيض سواء إذا كان للملح أو للشكر. اثنيناتها القاتلة. ما شاء الله ست نور طبعاً مطلع كل شوي بهاي المواضيع. صح، إحنا راح تقول تمام أنا مثلاً أحتاج السكر بالحياة الطبيعية، تحتاج أنت كنسبة السكر كإنسان بالغ 45 غرام سكر باليوم فقط. 45 غرام نسبة صغيرة. فانت قطعه من الحلويات الوحده تحتوي على مئات من الغرامات من السكر، تحتوي على سعرات عاليه، ايضا الدهون تجي وياها. الحلويات انا بصراحه رغم هي موروث شعبي عراقي محافظ عليه، لكن انا ما افهم الفكره من الحلويات، ما افهم الفكره ليش انت تناول. لان انت هسه مثلا حطيت قدامك نقول مثلا شنو تحب ساخ خطاب زنست كنافه، حطيت قدامك ست قطع، ايش كم قطع تاكل؟ هو سؤال لك. ست قطع؟ انا جاوبكم ستتين. لا لا لا، مو قلت لك بالحلويات انه مو هو ياكل حلويات، هذا اريد اكل فاكل. اوكي لا، نسال ست نور هذا الموضوع. انا هم ما احب الحلاوة. شنو خسر؟ يعني اكل حلويات بس يعني بكميات كلش قليله بالاسبوع، يمكن مره او مرتين حسب المشتهى. هذا الشيء اللي انتم حافظين على صحتكم، لكن بعض الناس انا اشوف عين اشوفه يحط قدامه ستة ياكل ستة، يحط قدامه 10 ياكل 10، ما يفكر. السكر الموجود بالحلويات جسم ما يعرف يتعامل وياه، شلون ما يعرف شو يسوي به، فيخزنه كدهون، ايضا يؤدي ارتفاع السكر بالدم الى ارهاق الجسم، ايضا الاصابه بامراض السكري اللي هو حاليا تعاني مشاكل من الاطفال. الاطفال تعرفون اكثر ناس يتناولون الحلويات، يتناولون النسات اللي يتناولون. انا شفت الطفل عمره تقريبا 8 سنوات في سكر، حقيقه شيء مؤسف جدا. فاني اعطيني فائده واحده للحلويات حتى اسولف وياك. ما راح اعطيك اي فائده، هي الحلويات ما بيها. يعني هي لا، هي مو شرط ما احب الحلويات، ماكو واحد ما ياكل حلويات، بس هي ما بيها. اكو ناس تقول لك انه حلويات، اكو دايت ما تاكل حلويات بيها دايت، هي حلا، هي حلويات اكيد بيها. لا من عندها، مو انه ما بيها، بس قله حلاتها مو صادمه مثل باقي الحلويات. يعني شنو نفس الشيء؟ لا، نسبه السكر تختلف. ست نور هساني مثلا، يعني الحلات الدايت هي نفس المادة السيئة لكن مقسومة بالنص، لا أكثر ولا أقل. البديل الآمن للسكر للحلويات اللي هو التمر، بفوائد كلش هواية، تقدر تسوي منه كوم أشياء. والمي يحب التمر؟ ها؟ المي يحب التمر؟ عمره خاصة. يعني جاني سؤال غششونا به، أنه الصايم مو يحتاج شوية من الحلويات والسكريات؟ السكريات بالضبط. وهي السنة النبوية. التمر مثل ما قلنا إحنا، تمر ولبن. التمر شنو فائدته عن شنو اختلافه عن الحلات؟ التمر السكر مالته بفوائد هواي، ايضا بفوائد عظيمه. السكر بالتمر يصبر بالجسم فتره طويله حتى يتحول لطاقه، اذا اكلت قطعه حلويات يسموها سكر ضار، مصدر طاقه ضار، تاخذ بالجسم فتره قصيره جدا، يا اما تسوي جهد حتى تحترق او تتحول لدهون. التمر لا، بالعكس ياخذ بالجسم فتره طويله، ينتظرك شو تسوي؟ السكر بالتمر دحكي شو تسوي؟ جهد يتحول الى طاقه. ايضا صح التمر هو يؤدي الى السمنه، لكن مستحيل تقارنه بالحلويات، يعني فرق من السماء للقاع. فالكل الناس يتابعونه اكلوا تمر، ولكن مو تاكلون 15 16 تمره. احنا بالسنه اعتقد عدد فردي 7 5 جدا ممتاز. طيب كابتن نوار، الدهون الناتجه عن تناول السكريات هل ممكن التخلص منها بسهوله؟
قصدك الدهون تدخل بصناعة السكريات؟ بالضبط. حقيقة يعني نفس الموضوع ينطبق على السكريات، يعني دي يحطون أعتقد كميات دهن كلش هواي، كميات مهولة من الدهون. يعني أنا أروح لأحد المحلات اللي تبيع الحلويات بجانب قاعتنا، ما أريد نذكر الاسم، أنواع من الدهون بحيث أشيل قطعة مال الحلويات يقع الدهن من إيدي. فشي هذا الشيء غريب، لأن أشوف تؤدي إلى سمنة مفرطة. هيج قطعة من الحلويات يحتوي على سكر ودهون، إذا أقول لك قد تأخذ فترة تمرين مجهد حتى تحرقين هيك نوعية من الأكل، فما تسوى التعب. أنا مرات أحد الشباب اللي ما مرنهم على الجهاز أشوف أسوي له تمارين هيت كارديو. هيت كارديو من أحد أكثر التمارين المؤذية جدا مؤذية. يعني أخليه يوقف يسوي تمارين حرة يسموه هيت كارديو، نظام معروف طلعوا على اليوتيوب، متعب متعب متعب. فأقول له سؤال، مو يخلص بالقوة يجر النفس؟ أقول له تسوى الأكل يعني؟ تسوى اللي سويت هذا؟ كون أنت رياضي ومحافظ على الرشاقة أو صحتك، تبتعد عن تناول السكريات أو الدهون أو بعض المواد اللي بتكون ضارة للجسم وللصحة، لكن بالتالي باقي الناس ما يعرفون هذا الضرر، يشوفوه مثلا شيء ضروري، خاصة تناول السكريات كودن يطي طاقة باعتقادهم. أول شيء ستنا العزيزة، أنا مو محافظ على الدايت 100%، أنا لاعب باور ليفتنج قوة بدنية، أنا اللي أحتاج إلى طاقة عالية حتى أرفع أوزان، فأنا وزني حاليا 130 كيلو. لكن إحنا نلجأ إلى أسلوب الكارب المرتفع، التمن، البوتيتا، المعكرونة، نشويات بالضبط. كابتن، في السؤال اليوم الباسكل الجري اللي طلعون به أكثر الشباب والبنات، إنه هذا ينزل وزن جري الباسكل أو لا؟ بفائدة أو ما بفائدة؟ بيحرك الجسم؟ أرقى أنواع الكارديو وحرق الشحوم والبايسيكل. راح أقول لك ليش. البايسيكل اللي جرب الشارع يعني، مو أي طبعا، اللي أنت يعني هذا يصير أفضل من الموجود بالقاعة. سبب واضح جدا، أول شيء أمين على المفاصل، ما يحط العمود الفقري تحت ضغط. ثالث شيء ممتع ممتع ممتع، أنت من تروح ممتع، مو عكس الجهاز اللي تحطه بالبيت، جهاز مال مشي مقابل الحائط مقابل الكتور تمشي طلع مسلسل، شوف ناس شوف عالم، ايضا يحرك سعرات. لكن لازم تختار الوقت اللي تمشي به، تستخدم الدراجة الهوائية، لازم تكون على معدة فارغة او ليس بعد الاكل، عذرا يعني قبل الاكل وهكذا. لكن اضمن لك استاذ خطاب، اي واحد يتابعنا حاليا، اذا تسوي ساعة دراجة هوائية باليوم، انت خلال 30 يوم يعني راح تفقد وزن مهول من جسمك. لكن مو تسوي على الدراجة الهوائية وتقعد تاكل حلويات، فراح تصير سد بسد. اكيد لازم اكو حمية غذائية زائد تمارين رياضية، حتى شيء يشيل شيء، مو احنا نلعب رياضة مناله وناكل مناله. بالضبط. ايضا شغلة واحدة العذرة المقاطعة، تفضل ست نور بنقطة كلش مهمة، تقول انت رياضي وهذا، حقيقة انا بدي احكي هو للصحة العامة طبعا وليس للرياضيين فقط. كثير من المعمرين في الخارج شوفهم، شوف نظامهم الغذائي شنو، بعيدين عن اللحوم الحمراء، بعيدين عن السكريات، يكثرون من تناول الخضروات، هذا الشيء صحيا انه مفيد. ومثل ما قلنا احنا بلقاء سابق، يعني احنا بالعراق ودول الخليج عامه عندنا مشكله السمنه المفرطه، امراض القلب، امراض الشرايين، امراض الضغط، هذه كلها بسبب نوعيه الاكل الشرق اوسطي، المطبخ العراقي، المطبخ الخليجي وهكذا. طبعا كابتن نورتنا اليوم ببرنامجنا المسائي وليالي رمضان، لكن الوقت داهمنا، كنا نتمنى ناخذ اكثر من الوقت نحكي به، وما شاء الله اكو كلهم بقلاوه بعدين عدنا ناكل. ضموا لي قطعه بس. شكرا لك كابتن ونورتنا وحياك الله. شكرا لك كابتن نوار، وكالعاده نورتنا وشرفتنا، واكيد نشكرك على معلوماتك القيمه اللي قدمتها لنا والمشاهدين. شكرا وتحياتي لكم، يا رب نكون ضيف خفيف بالظل عليكم. تحياتنا لك، حياك.